نروح لفلسطين وزميلنا خميس ونعود ونبدأ بيت للكل. الثقافة العربية، ثقافة دولنا العربية غنية وثرية بمكونات مختلفة. المشهد في فلسطين مختلف تماماً هنا فيما يتعلق بمحاولات الاحتلال، طمس الهوية الثقافية الفلسطينية والسيطرة أيضاً على المكونات الثقافية الفلسطينية وتزوير الحقائق، محاولات منذ احتلال فلسطين عام 48 وحتى يومنا الحاضر لتزوير الحقائق، سرقة التراث الفلسطيني وتسويقه للعالم على أنه أحد مكونات بين مزدوجين الثقافة والتراث الإسرائيلي. لم يكتفي الاحتلال بتزوير الحقائق والسرقة، وإنما كان هدف أساسي من أهدافه خلال هذا العدوان والحرب على غزة باستهداف المكتبات العامة، باستهداف المراكز الثقافية، وكذلك استشهد وفقدنا الكثير من الكتاب الأدباء والأكاديميين ومن لهم بصمات كثيرة على صعيد التراث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الكتاب والأدباء والمثقفين العرب، وهم الآن يشهدون هذه اللحظات التاريخية والفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية بأن يوثقوا كل هذه الجرائم المتعلقة بالثقافة الفلسطينية. مشاهدينا، مشاهدي بيت للكل، يسعدنا في هذه الحلقة أن نرحب بالأستاذ عبد السلام العطاري، مدير عام الأداء في وزارة الثقافة الفلسطينية، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد السلام إلى حلقة بيت للكل. وهذه الحلقة تأتي بالتزامن مع معرض دولي للكتاب في العاصمة المصرية القاهرة، وتشهد أيضا الأراضي الفلسطينية عدوانا إسرائيليا وفي المحافظات الجنوبية. هذا العدوان استهدف كل المكونات، بداية بالإنسان ووصولا إلى الثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها. ما أبرز القضايا التي استوقفتكم خلال هذا العدوان من إصرار الاحتلال على تدمير المكون الثقافي الفلسطيني هناك في غزة؟ شكرا لك أخي خميس، شكرا لهذه الاستضافة حول المشهد الثقافي الفلسطيني ووقائع الثقافة الفلسطينية التي دعينا أقول هي تشهد في حدتها هذه الأيام، خاصة من الاستهداف المباشر الدائم حقيقة من الاحتلال للحياة الثقافية الفلسطينية منذ أن وطن الاحتلال أرض فلسطين. وهذا أيضا من مكونات هذا الصراع، هو الصراع الثقافي مع هذا الاحتلال. فبالتالي كانت غزة هي المحطة المستهدفة بشكل مباشر هذه الأيام، كما استهدف البشر والحجر وغيرهم، وأيضا كان هناك نصيب من الشهداء من الكتاب والأدباء الذين استشهدوا في هذه الحرب نتيجة هذا العدوان الذي ما زال ممتد، والذي أيضا يعني يتزامن دائما مع الكثير من المحطات التي يشهدها الكيان الفلسطيني بشكل عام منذ أن يعني كتب علينا هذا الصراع مع هذا الاحتلال. فتم استهداف العديد من المكونات الثقافية في غزة، سواء من الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان، الكتاب والأدباء، ابتداء من عمر أبو شاويش الذي سقط صبيحة يوم 7 أكتوبر على شواطئ غزة، وهذه السلسلة لا تنتهي من رحيل الكتاب والأدباء، وحيث ما زلنا نفقد أحد يعني أهم الأسماء الكبيرة في المشهد الثقافي الفلسطيني، الشاعر سليم النفار الذي لا زال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة منذ أكثر من شهر. وأيضا هذه مسألة، ونحن أيضا يتزامن هذا مع سلسلة المعارض العربية، ودعني أقول يعني في هذا السياق أن معرض القاهرة الدولي الذي يعتبر من في الدورة 55 لهذه الدورة، الذي أيضا دعني أقول من خلال جناح فلسطين المشارك في معرض فلسطين الذي يحتفي أيضا كمنصة إعلامية تقدم الخطاب الثقافي الفلسطيني، وأيضا التعريف بما صار من كوارث حقيقية من استهداف المكتبات. دعني أقول إذن نحن أستاذ عبد السلام خسرنا الكثير في هذه الحرب المستمرة وهذا العدوان المستمر على المحافظات الجنوبية. إذا ما تحدثنا عن واقع المكتبات
في قطاع غزة والمراكز الثقافية. هنا كيف يمكن أن نلخص المشهد يعني والخسارة التي لحقت به؟ بالتأكيد يعني دعني أقول لم تبقى ربما مكتبة لا مكتبة عامة ولا مكتبة خاصة ولا دار نشر غير موجودة في غزة على الخارطة. أيضا أهم المراكز الكبرى كمركز رشاد الشوى الذي أيضا يعني استهدف ودمر، وأيضا هناك المكان الأماكن الأثرية الكبيرة سواء من بيت السقة الذي يزيد عمره 400 عام أو من قلعة برقوق أو من المسجد العمري أو من المتاحف والمؤسسات كمتحف الجرارة أيضا الذي كان مناسبة هو يوم 7 أكتوبر كان يتواجد وزير الثقافة الفلسطيني دكتور عاطف سيف لإطلاق فعاليات يوم التراث من وكان تلفزيون فلسطين هو من خلال هذه المنصة لإطلاق فعاليات يوم التراث الفلسطيني أيضا التي تم استهدافه. وأيضا دعني أقول ربما أكثر من 1450 حتى هذه اللحظة من خلال ما تعرض له تقرير وزارة الثقافة الفلسطينية الشهري الذي يصدر حول التقرير الأولي حول استهداف الكتاب والأدباء والأماكن الأثرية والتاريخية وغيرها. أيضا هذه حصيلة دعني أقول لا يمكن أن نقول بأنها هي يعني هذا الاحتلال لا يكتفي بهذا الكم من الكبير من الاستهدافات للكتاب والأكاديميين والصحفيين وغيرهم. أيضا هم أصحاب أقلام وأصحاب يعني هم في سياق هذا المسجد الثقافي. عندما يتم استهداف الأكاديمي والمدرس الجامعة واستهداف الصحفي واستهداف الشاعر واستهداف الكاتب هو استهداف للرواية الفلسطينية، وهذا هي احتدام والصراع مع الاحتلال حول الرواية. ونحن كما تعلم يعني في السنية الأخيرة في وزارة الثقافة نعمد على موضوع استنهاض الموروث الثقافي الفلسطيني وخاصة ما كتب قبل النكبة. وكان دعنا نتوقف مع هذه القضية يعني في موضوع الكتابة واستنهاض الواقع الثقافي الفلسطيني والمطلوب اليوم من الكتاب والأدباء المثقفين العرب في إطار توثيق ما يحدث في فلسطين من استهداف للكل الفلسطيني بكل المكونات والمشهد الثقافي على وجه الخصوص. نعم هذا ما نسعى عليه في وزارة الثقافة الفلسطينية الآن، وهو يعني الثلاثاء المقبل سيكون هناك إصدار السلسلة الأولى لكتاب يوميات الحرب التي كتبها الكتاب والأدباء من غزة من داخل الخيم من واقع يعني كان هناك رؤية وقدم لها الدكتور عاطف سيف الذي عاش أكثر من 85 يوما هذه الحرب هنا وكتب يومياته وأصدر في هذه تسجيل لوقائع الحياة اليومية. ربما يعني المفارقات أن ربما في سياق العمل الأدبي والكتابي دائما عملية التوثيق تأتي بعد الحدث دائما، ولكن في فلسطين عمليا هو أثناء الحدث. أصوات يعني في زمن الحرب. أصوات في زمن الحرب وهي الكتابة تحت يعني الكتابة خلف الخطوط، خلف خطوط النار وعلى وقع النار وعلى وقع الاستهداف. أن تجد هذا الكاتب الفلسطيني يكتب يوميات بأمل. يعني أحد وستقرؤون ذلك أن أحد المخرجات السينماليات اللواتي كتب في هذا السياق، يعني هو الكتاب كتب فيه صحفيين فنانين شعراء روائيين كتاب قصة، فبالتالي هي تتحدث يوميا وهي في داخل خيمة أنها تصحى يوميا كأنها ذاهبة إلى العمل. صحيح. هذا شيء مهم جدا، هي يعني أن الشعب الفلسطيني وهذا الشعب الولاد الشعب المعطاء يعني لا نتحدث بموضوع هي إنشاء ولكن هذا حقيقة يعني حقيقة واقعة. دعني أقول في العام 1948 عندما كانت الخيمة بال 48 انطلقت منها الثورة الفلسطينية وكانت هناك لجوء، وفي العام 1967 كان هناك نزوح، ولكن في العام 23-24 الخيمة هي خيمة بقاء ولا زال الشعب الفلسطيني لم يغادر هذه الخيمة. في دقيقة رسالتكم للمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني هذه مهمة جدا أن تكون معرض القاهرة الدولي للكتاب هي منصة لفضح جرائم هذا الاحتلال، تكون منصة للكتاب والأدباء العرب الذين حقيقة يعني مشهديتهم بشكل عام من خلال ما أقرأ وما يكتب هي فلسطين حاضرة في خطاباتهم وفي كتاباتهم. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد السلام العطاري مدير عام الأداب في وزارة الثقافة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب. شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل.